عليكم ورحمة الله. أنا من أبناء يعقوب المنصور، فنان تشكيلي، كنتمي لجمعية الأمة. حنا درنا هذا المعرض في الهواء الطلق باش يشوفوه جميع الشباب وجميع الناس، لأن يعني الأحياء الشعبية شوية ما دايرش في هذا الفن مزيان. والمهم حنا كنحاولوا الثقافة ديالنا ننميوها في يعقوب المنصور بالضبط ومدينة الرباط بصفة عامة. بدينا دابا نهار 9 وان شاء الله غادي نساليوه نهار 13 ان شاء الله. كيهم جميع الفئات، العيالات، اطفال صغار، اطفال المدارس، المارة في الشارع، يعني جميع المتلقيين. وغير باش نوصلوا الثقافة ديالنا، نوصلوها للناس، لان كاين الناس اللي ما عاطينش الفن التشكيلي واحد الأهمية كبيرة، والأكثرية في الأحياء الشعبية. ولهذا احنا حاولنا باش نديروا هذا المعرض في الهواء الطلق باش جميع الفئات يشوفوا الفن التشكيلي اشنا هو، والثقافه المغربيه اشنا هي، وعلى التراث المغربي الاصيل. احنا درنا لوحات فيهم لا فانتازيا، درنا يعني تبوريده، درنا لوحات على الطبيعه، درنا لوحات على الرقص الامازيغي بالمغرب، درنا الرقصة ديال الصحراء. وحنا كنتمناو من الناس المهتمين ديال وزارة الثقافة، الناس المهتمين بالثقافة بصفة عامة، حتى حنا يكون عندنا حظوظ باش حتى حنا نشاركوا في معارض ونشاركوا في قاعات، يعني اللي عندها أهمية كبيرة، اللي كيجيو ليها الناس اللي مهتمين بالفن والنقاد، ويدعمونا حتى حنا شوية. وكنشكروا ثاني مرة السلطات المحلية، والسيد الوالي، والسيد الباشا، والسيد القائد اللي ساعدنا في هذه المنطقة، وجميع السلطات المحلية، والله ينصر سيدنا. في البداية كنبغي نشكر الناس ديال المبادرة التنمية البشرية، وعلى رأسهم السيد الوالي والسيد القائد والناس اللي ساندونا في هذا العمل الجمعوي. كما كنشكر السيد عبد الله بسماس الفنان التشكيلي اللي هو مساند الأول ديال هذه الجمعية، وبعض الإخوان اللي قاموا بواحد الجهودات كبيرة داخل هذه المدينة، وهي كتسمى مدينة الأنوار، اللي سماها سيدنا جلالة الملك محمد السادس الله ينصره مدينة الأنوار. أنا كنفتخر بأن كيدوز عندنا معرض داخل يعقوب المنصور، وحنا كنتمناو، لأن حنا كنصوبوا واحد الجداريات على صعيد يعقوب المنصور، وخصوصا المدارس مثل مدرسة المغرب العربي، مدرسة الرازي، ثانوية وإعدادية أبي هريرة. مشينا لمؤسسة دار المساواة ديال دار الفتاة، درنا فيها جداريات، وكنتمنى الجميع هاد الفئات اللي كيديروا هاد الفنانة اللي كيديروا هاد الرسم، باش تكون واحد الفن عندنا ثقافي داخل يعقوب المنصور. وحنا عندنا أولاد يعقوب المنصور، عندنا غيرة على بلادنا وعلى مالكنا، وعاش الملك. C'est très bon, c'est très aussi joli. Et je la remercie de faire ça et nous inviter aussi pour regarder. Je la remercie, merci beaucoup, c'est très joli. Je veux remercier Monsieur Vesmes pour ce tableau. C'est très joli, je mets aussi ces tableaux. Merci aussi pour nous inviter ici pour venir voir le festival. C'était très joli, on a beaucoup aimé de voir ce tableau. C'est très joli, merci. Pour moi, je suis là pour assister au petit festival qu'il a fait le monsieur Moumen, concernant les tables présentées par monsieur Bismes. Et on le remercie beaucoup. On est fiers de faire venir nos élèves de l'école Maghreb Al-Arabi pour assister à ce petit festival. Et on le remercie pour vous. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.